السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. بالأمس الإخوان برايه مات غالي أو البوليزاريو خرج بواحد البلاغ. هذا البلاغ كتقول فيه أو كتكذب فيه على أن المغرب أطلب من الأمم المتحدة الهدنة مع البوليزاريو، او طلب من الامم المتحده على ان البوليزاريو يجي يتوقع مره اخرى مع المغرب وقف اطلاق النار او الرجوع الى ما قبل 13 نوفمبر. هذا هو البلاغ اللي صدرت بالامس للبوليزاريو. ولكن الحقيقه عكس كل هذا. فالبوليزاريو بعد ما مشى مؤخرا وفد من البوليزاريو برئاسه او بقياده ابراهيم غالي الى مقر الأمم المتحدة من نيويورك، طلب إبراهيم غالي وممثلهم في نيويورك محمد عمار الرجوع إلى ما قبل 13 نوفمبر، وقف إطلاق النار، لأن البوليزاريو استنزفت عدد كبير من شبابها ومن قياديها اللي مشوا هباء منثورا بدون أي ربح أو انتصار للبوليزاريو. داخل مخيمة تندوف تعالت أصوات الغضب ضد البوليزاريو وضد إبراهيم غالي. إبراهيم غالي هو اللي أعلن الحرب نهار 13 نوفمبر بعد قضية معبر قرقرات. كان كيضل على أنه غيعلن الحرب وغيسيطروا على الصحراء وغيدخلوا حتى العيون. هذا الشيء ما وقعش بالمرة، حتى أن المغرب ما دخلش معهم في حرب بالمرة بريا. كان فقط درون أو جوج كتحلق في المناطق العازلة، أي حد توجه او دخول هذه المناطق يصبح في خبر كامل. اكثر من 800 شاب او مقاتل من ميليشيات البوليزاريو مشاو تهلكوا من 2020 حتى اللحظه اللي راهي نتكلم معكم فيها. فالبوليزاريو جربت كل الطرق وكل الوسائل، يعني البدائيه باش توصل للجدار الرملي وتقصف القوات المسلحه الملكيه والجنود الروابط على الجدار، وما استطاعتش مره. كل الخطوات او كل المحاولات جاتهم الدرون وهلكت 4 5 6، يعني كل ضربه والحصيله ديالها. اقل ما يمكن تكون قاتل الى 5 إلى 10 قتلى في اليوم، والحصيله كتقول انه اكثر من 800 قتيل بين 2020 و2023. والارقام كتقول على انه البوليزاريو ما قدرش يتحرك زغبه واحده في المغرب، ولحتى انه رصاصه قدرت توصل الجدار الرملي. هذا الشيء معروف، المغرب متحكم في زمام الامور ومتحكم في الصحراء المغربيه كامله. فالبوليزاريو عسكريا ما قدرت على والو، هي اللي اختارت العسكر، هي اللي اختارت الحرب، ولكن ما وصلتش الغايه او المبتغى. حتى انه دبلوماسي اللي ما علاقه له بالسياسه والامم المتحده والمينورتو ذاك كامل يتم تجاهل البوليزاريو منذ سنه 2020. علاش هذا التجاهل؟ لأن البوليزاريو هي اللي تخلات عن الحل السياسي أو الحل الدبلوماسي الأممي وفضلت الرجوع إلى الحل العسكري والقتال. لكن هذا الحل العسكري والقتال والحرب ما عطى أي نتيجة للبوليزاريو. فكاين خجل عند الجزائري والبوليزاريو هو الرجوع مرة أخرى للمفاوضات. البوليزاريو مؤخرا بقيادة إبراهيم غالي من اللي وصل الأمم المتحدة المقرة طلبوا من الأمم المتحدة رسميا الرجوع إلى ما قبل 13 نوفمبر، وقف إطلاق النار. وهناك تسريبات صوتية من داخل البوليزاريو كتأكد على أن البوليزاريو طلبت وقف إطلاق النار والرجوع إلى ما قبل 13 نوفمبر. هنا بدأ غليان داخل مخيمة تندوف وبين أنصار البوليزاريو. كل الاتهامات وكل الخسائر اللي خسرت البوليزاريو اترمات على كاهل وعلى ظهر إبراهيم غالي لأنه هو اللي أعلن الحرب. فالخطاب كان واضح، قالوا لي أنت اللي دفعتي ولادنا للموت، أنت السبب هلك عدد كبير من شبابنا، أكثر من 800 مقاتل من ميليشيات البوليزاريو مشوا بدون نتيجة، أنت كتحمل المسؤولية. فإبراهيم غالي صدر أوامر ما يسمى الواس، وكالة الأنباء الصحراوي تابع البوليزاريو، باش يصدر واحد البلاغ يكذب فيه. قال على أن المغرب هو اللي طلب وقف إطلاق النار، وأن المغرب هو اللي باغي الهدنة. وباش يبرر هذه الأكاذيب قال على أن المغرب عنده واحد ثقل وخسائر اقتصادية كبيرة جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية أثر سلبا على الداخل المغربي. كذلك قال على أن المغرب قبل هذا خارج من أزمة كورونا، وضافوا مؤخرا الزلزال، وقال هذا الحرب اللي كتخوض المغرب مع البولزارو خسارة خسارة. إذا المغرب إلا كان عنده خسارة، وحنا غنسمعوا التسريبات الصوتية، المغرب إلا كان عنده خسارة في هذه الحرب، فأكيد ومؤكد خاص تكون البولزارو داخل العيون، داخل بوجدور، داخل على الأقل تفاريج يبين رحلو. هذه المناطق العازلة اللي كتقول بوليزاريو محررة خاصة تسيطر عليها. إذا كان المغرب خاسر من هذه الحرب مع البوليزاريو وتضرر داخليا، فإحنا خاصة نشوف وزير خارجية المغرب أو الملك بنفسه في بلاغ أو خطاب رسمي للشعب يقول لي إحنا راه انهزمنا أمام بوليزاريو، ونطالب بوليزاريو الرجوع إلى المفاوضات والسلم ووقف إطلاق النار والهدنة. هالشي ما كاينش. فالبوليزاريو معروفة بالبروبوغاندا، معروفة بالأكاذيب. البوليزاريو هي اللي خسر أكثر من 800 قاتل، ماشي المغرب. المغرب ما خسر ولا واحد. البوليزاريو هي اللي عندها غليان داخل مخيمات تيندو. البوليزاريو هي اللي مفروض عليها ترجع إلى وقف إطلاق النار، لأنه هذا العسكر وهذه البندقية ما جنات منها والو بالمرة. سمعوا بعض التسريبات الصوتية. حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم. مرحبا بك اخ عمر، تحياتي لك على منتدى الحوار الصحراوي. مرحبا وسهلا، نسلم عليك وعلى الاخوه الكرام ثاني. الليله قدينا نتفاعلوا مع هذا اللي جبت رايك، هذا المقال التحليلي نقلا عن مندوب البوليساري في الامم المتحده، على انه لا رجوع عن القتال وخط القتال، وانه على المغرب ضغط باش توقف ذي الحرب، لأنه اقتصاده هش ووضعيته هش، وأثرت عليه كورونا، أثرت عليه الأزمة الاقتصادية. هذا كامل نسمعوه. أنا بعد من الساعة نتبع ذا الملف نسمع دائما هذا، راه من التسعينات يا عمر، من التسعينات، ونقول لك المغرب هش، المغرب رايح، الأزمة في المغرب، مطيشة لحقت ما نعرف كم، والناس متمردة، والناس تهرب، والناس انهيار اقتصادي كبير، كل سنة نسمعه. يا غير ما يفطن ذا اللي يقول ذا الكلام، قال انه هذا قاعد ضده هو، يقول لك القوات المسلحة الامريكية رايحة وخلق فيها الهروب وخلق فيها كذا، راهم لا يرادوهم، راهم هذا ضدك انت. من يعاد المغرب ذلد ومن هشاشة ومن الضعف ومن انهيار؟ هذا اللي ضدك انت، وانت من انجستان. معناها لو كان المغرب وطية ثانية غير ذا، ماذا لك قارحت، ماذا لك انتهيت من الوجود. هذه بعد اللي عندي فيها من ملاحظة. تكون كل مسوك الصباح المغرب رايح، المغرب هش، عايد لا نفخ، عايد نفيخ في الرابوز للمواطن البسيط. يسمع المواطن البسيط يقول لك المغرب، نوع من التهدية والسياسة اللي قالها سياسة الإلهاء، اللي هي استراتيجية من استراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب، راهي عند نعوم تشومسكي ذاك الفيلسوف المفكر الأمريكي، انك يعطيك تلهي الشعب عن واقعه الحقيقي، ما يخرص اللي ما يتلفت على واقعه، اللي هي بيقولوا راهو المغرب رايح، راهو طار، راهو الملك ياو قاعد يقولوا عنه مات، ياو يقولوا عنه مريض، ياو يقولوا عنه كذا، المغرب رايح، المغرب طارين. انا بعد اسمعها من تفكر في الملف من التسعينات نسمع هذا النوع، ورحت عنه لا نوع من الدعايات وزو لا جديد يذكر. والثاني اللي هو صاحب الامم المتحده اللي هو مزهري، كلامه ديبلوماسيته، رانا نشوفوا شنو يقول لامين العام في تقريره.